يا رب استمع صلاتي وليدخل اليك صراخي لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي امل الي اذنك في يوم ادعوك استجب لي سريعا لان ايامي قد فنيت في دخان وعظامي مثل وقيد قد يبست عشان نفهم كلمات الجزء ده من المزمور لازم نفهم قبله او بعده او مضمون المزمور كله بيتكلم عن ايه لو قلنا مزمور 102 الرساله اللي جواه ايه او بيتكلم عن ايه احنا طبعا عارفين ان ال 151 مزمور في كنيستنا متقسمين لانواع كتير او متصنفين يعني اصناف كتير ففي منهم مزامير بتسمى مزامير الحجاج مزامير بتقال للملك مزمور 102 من ضمن المزامير اللي بتتحط تحت او بتتصنف تحت مزامير التوسل او التضرع مع حالات الشكر وحالات التسبيح لله. <applause> آه ففيها آه بعض الكلمات اللي بتدل على ان المصلي في حاله آه حزينه وبيطلب مساعده ربنا ولكن في نهايه الكلمات بنلاقي ان هو بيشكر ربنا ان هو واقف جنب منه وبيسبح ربنا على المعونه ديت ازاي ده بيحصل في مزمور واحد يعني في اكتر من مزمور لداود النبي بنشوف الخليط ده في مزمور واحد يعني لو هو قال ده في مره واحده في صلاه واحده فازاي بتشتكي وبتطلب وفي نفس الوقت بعدهم في نفس المزمور بتشكر على الاستجابه هي دي مشاعر المصلي الحقيقي ان هو شاعر بحضوره او وقوفه في حضره الله م. فانا مش بطلب بس او مش بصلي لحاجه معينه بس لا انا بصلي علشان خاطر في علاقه بيني وبين ربنا فالعلاقه بتشمل بقى بتشمل انا بشتكي ربنا وفي نفس الوقت بقول له رب انت يعني بشكرك ان انت واقف جنب مني والـ وانواع الصلاه الشكر والحزن والطلب عموما أه بسبح ربنا على ان هو واقف أه انا واقف قدامه وبصلي له بيسمع صوتي م. فهي أه حاله متكامله لانسان حاسس ان هو واقف في حضره الله بيشكر عشان عنده ثقه في الاستجابه ايا كانت الاستجابه دي هيكون شكلها ايه فواثق بشكر من قبل الحاجه ما تحصل يعني آه هو عنده زي ما بنقول كده حياه تسليم كامل م. هو عارف ان هو بيمر بدقيقه وفي نفس الوقت واثق ومؤمن بكلام الله وبوعود الله ان ربنا مش هيسيبه وهيخرجه من الضيقه ديت فبالتالي هو كمان بيسبحه في الاخر زي ما بنقول كده بيسبح مقدما على اللي هيحصل إيه. صحيح ما فيش حد يقدر يتكلم عن غير اللي اختبره طبع. يعني اللي عرف ازاي يسلم وشاف نتيجه التسليم ده بيحصل ايه اكتر واحد هيتكلم ويقدر يوصل الروح دي كمان للي قدام فكره المزمور كمان في بعض ال... بعض الاراء بتقول ان هو اتكتب في كذا حاله يعني في راي بيقول ان هو اتكتب بعد عوده عزره ومعاه تفويض ببناء الهيكل في نحامية واحد في رأي تاني بيقول أن اتكتب بعد فترة السبي البابلي والناس اللي هناك كتبت الكلام دوت زي ما بيقولوا كده بيصرخوا إلى الله أن هي فترة السبي طالت فبيطلبوا من ربنا أن هو يحقق وعده معهم الرأي الأخير وده الأرجح يعني أن بيقال أن داود النبي هو اللي كتبه في حالة هروبه من قدام أبشلوم ابنه بمساعدة طبعا مشورة أخي توفل اللي تم إبطالها يعني أيا كانت الحالة اللي اتكتبت فيها أو طبعا. صحة الحالة المهم إنها حالة وهي حالة المصلي آه. وهو واقف في حضرة الله تمام الصلاة يعني زي ما كنت بقول كده في الأول عند كل واحد فينا بيتعامل مع الصلاة بشكل مختلف اللي تأدية واجب اللي تسكين ضمير اللي نفسه مشتاق جدا بس مش عارف نبتدي منين إيه؟ هو احنا محتاجين الأول نعرف ايه هي الصلاة لو احنا حطيناها كده في كذا عنوان أول حاجة الصلاة زي ما قلت لحضرتك هي اختبار لحضور الله انا انسان واقف بصلي بحس ان انا واقف في حضره الله مش مجرد ان انا واقف برد كلامه بس مش مش فرض عليا ان انا لازم اصلي طبعا الصلاه لازمه ولكن مش هدف الصلاه بس ان انا واقف بقول كلام او بردد كلام وانا مش حاسه لا انا لازم اكون حاسس بوجودي في حضره الله دي رقم واحد رقم اثنين الصلاه هي عمل المسيح الاول والاساسي وده بناء على ان السيد المسيح قال لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره فتنفيذا لهذه الايه نطلب ملكوت الله وبره من خلال الصلاه ولكن بعض الناس بتبقى واقفه للصلاه بس عشان خاطر طلبات شخصيه هو مش غلط ولكن بيبقى هو ده الهدف الاساسي من الصلاه انا انسان طالب شيء فبقف اصلي وده مفهوم خاطئ للصلاه لكن الصلاه الحقيقيه ان انا بطلب العشره مع ربنا بطلب آه بطلب المعونه بطلب آه ان هو آه بد يعني ينفذ مشيئته في حياتي آه رقم ثلاثة آه الصلاه هو عطيه من ربنا ربنا هو اللي بيديني الاشتياق ده لو ربنا ما ادانيش الاشتياق دوت آه ما تبقاش صلاه لإن الكنيسه بتعلمنا ان الصلاه علاقه ما بين الله والانسان يعني تفاسير الاباء ويقولوا يقولوا لنا كده يقولوا ان الصلاه علاقه انا بكلم ربنا من خلال الصلاه وبسمع صوت ربنا من خلال الكتاب المقدس فهي علاقه ما بين طرفين تخيلي كده حضرتك لو في شخص عزيز عليا قوي ما بلجاهوش الا ساعه يعني الطلب بس لا ده انا بقعد معاه وما بزهقش من قاعدك. هيزعل حيزعلي انت ما بتعرفنيش غير وقت الاحتياج. المصلحة أو آه. ففي ناس بتتعامل مع ربنا وقت المصلحة بس مم. يعني بنمر بدقة بنطلب ربنا عايزين طلب معين بنطلب ربنا محتاجين حاجة معينة شخصية بنطلب ربنا وما بتحصل بننسى من فرحتنا وناخد الحاجة ونجري حتى كلمة شكرا ساعد بننسى حضرتك فينا. الكتاب ذكر كمان ان العشرة اللي, اللي تم شفائهم على ايد المسيح تسعة نسيوا خالص ان هم يرجعوا يشكروه ما عدا واحد بس هو اللي رجع المسيح فرح بيه فرح بيه وقال له روح قدم اللي اللي يجب تقديمه حسب حسب ناموس موسى فاحيانا زي ما حضرتك بتقولي انا من فرحتي ان ربنا من محبته رغم استجيب. رغم ان ان انا بطلبه بس وقت الطلب استجاب فبنسى ان انا اشكره بنسى ان انا سبحه يبقى هي اختبار هي عمل الهي وهو وهي عمل المسيحي الاول والاساسي قديس اغسطينس يقول لنا كده ان الصلاه هي عمل الله داخل النفس داخل النفس البشريه زي ما كمان معلمنا بولس في في رسالته الرومية يقول لنا لسنا نعلم ما يجب ان نقوله ولكن الروح القدس يشفع فينا بانات لا ينطق به وربنا بيعمل والروح بيعمل لكن مين بيستجيب بقى للعمل ده بالزبط. يعني ممكن انا اقاوم العمل بتاع الروح جوايا ده, أه ده 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 يعني العناوين عشان نعرف ايه هي الصلاه مم. هي اشتياق ما بيني وما بين الله أه في سفر نشيد الانشاد أه أه يقول لنا كده ان الله كمان بيشتاق للانسان ان يتكلم معاه يقول لنا كده في سفر النشيد اصحاح اثنين يقول لنا اريني وجهك اسمعيني صوتك مم. ربنا عايز يشوف وشنا عايز يشوفنا واحنا واقفين بنصلي طب انا عايز اصلي بس مش عارف بقف قدام ما بعرفش اقول حاجه بقول بالاجبيه وبسرح وانا بقول يعني مشاكل الصلاه كتير مش هقول انها مبررات بنديها لنفسنا بس ده حقيقي في ناس بتقول انا مشكلتي انا ما بعرفش اصلي اصلي ازاي القديس باسليوس يقول لنا تأمل حلو خالص يقول لنا إيه بيحذرنا م. يقول لنا اوعى معنى الكلام يعني اوعى تفتكر إن أنت لما تيجي تقف قدام ربنا ربنا عايز مننا قصيدة أو شعر أو بلاغة تخيل نفسك إن أنت طفل صغير قدام أبوه حتى لو أنت مش عارف تتكلم بالتهته ربنا بيبقى فرحان البابا شنوده كمان يقول لنا كده في صلاه بلا الفاظ في صلاه بلا كلمات يعني الصلاه بس ان احنا نت يعني نقف قدام ربنا كده ونتنهد هو ربنا سامع تنهداتنا فانا مش عارف اصلي بقول كلام بس من الاجبيه وانا مش فاهم معناه كل دي معطلات صلاه عدو الخير بي بيضربنا بيها علشان خاطر نزهق علشان خاطر ان احنا نمل <applause> و... وده إجابة الموضوع دوت السيد المسيح أجاب عليه لما قال صلي كل حين ولا تمل صلي ال الأباء الرهبان يعلمونا كده يقولونا أول مرة هتلاقي نفسك زهقان أو تعبان اضغط على نفسك تاني مرة هتلاقي الزهق والملل دوت قل شوية مع المرات المتكررة وال... والا والاستمرار هنلاقي ان الزهق والملل دوت اه اتشال، والكلمات اللي احنا مش عارفين نقولها اه ومش عارفين نرددها هنلاقي نفسنا بنتكلم بقى في متعه، بت يعني بالزبط. بدل الزهق بقى متعه في السنة. زي ما قلنا في الاول عشره مم. احنا واقفين بنتكلم اتنين صحاب بيتكلموا مع بعض صحيح